babu sankarant kariyadu al istidan dungina na golgoddo nata so hewri ke wada bi needi jimumi ma dungina na goljon so ndun si yana ne nata qala allah taala ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha wa qala taala wa idha balagha al atfal minkum al huluma فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماك الاستئذان دوننا قول سلاسون قل لابتت هيرودا 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 لابتت فإن أذن لك سايانا نامنات سوني تميني آيانا ناك وإلا سنان فرجيرو تتنم تاهيري تنيبون متفهم عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جو إلى الاستئذنان عند كديسة غنغول وديرا من أجل البصر كسبو جيتا دين سبو دار غنغول تاي آري أدارك كاريدو أشيكي جيتا ما دين كان در شامبور ما كان در سلام براو درتون أما فعلا كوي أتا السلام عليكم يومين نات كوي رايا ديزو كوفي كلول تاكي جيتا ما دين كيكوي كوهانا متفن عليه. وأن ربعي بن هراش قال ويحدثنا يوتيم رجل غرق من بني آمير anna wana kanko isaadana udisino ala nabi ito anna bajalani sallallahu alayhi wa sallam wa watai kanko fi baiti ni mkasudu fagala bimati alji yuminatu fagala sallallahu alayhi wa sallam nilada maka nili khadimi kurukandu makundu ukuruju yalti ila hada fade odo yalti tawa oka yasfalimu andi namu nani konko yome natu konko yome natu nadu wii konko wii assalamu alaikum darada tawatu yome natu أكيو يا سالمي تو كان كويا ما يا ناتو نلاد ما كيسان يالتا عندي نامو ناني فقول له يا نامو سأري يسوني قولي السلام عليكم أدخلوا يميناتو فسمعه الرجل غرق قونا لنو فقال السلام عليكم أدخلوا يميناتو فادنا له النبي ونسي أنا باجان سيد السلام يانا نمفتخ له ناتو سوى أبو داود بسناد صحيح عن قلدة بن الحبل رضي الله عنه قال أتيت مئري النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت على مناتك مكة ولم أسلم مهورات منات تنبرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماك إرجيلت فقل ويا السلام عليكم أدخل يمنات كنورته روى أبو داود الترمذي وقال حديث حسن والله أعلى وأعلم.